أختم أنا هذه المداخلة بالكلام على الآن على المحرضين على استهداف قيادة الجيش. الكلاب نتاع فرنسا اللي كنت نتكلم عليهم. الكلام اللي فات كاع راهو على خاوتي وعلى أولادي اللي ممكن كانوا ضحايا للتضليل وللحملة الإعلامية الشرسة والحرب النفسية المسلطة عليهم من طرف وسائل الإعمال الإعلام المأجورة. وحتى من انتهازية بعض الطبقة السياسية وبعض المثقفين وبعض الناس اللي يحسبوا روحهم حاجة. وأظهرت هذه الأحداث بأنهم لا شيء. داو الناس للواد بالمواقف نتاعهم وبالتصريحات الفارغة نتاعهم. المهم نتمنى كل الناس كل الجزائريين اللي أخطأوا في السابق إن شاء الله يتعاونوا باش هذه الجموعة تكون رد الشعب الجزائري على هذا الكلب هذا. لكن عندما نجي للناس اللي يحرضوا هنايا نجي للعملاء تاع فرنسا طول المكلفين بهذه المهمة جماعة طابو وجماعة زيتوت ما نتكلمش على الحثالة اللي معاهم لأن طابو وزيتوت هما الرؤوس نتاع الحملة الإعلامية الزبالة هذيك اللي معاهم ما نتكلمش عليها حتى زيتوت وطابو أنا في الحقيقة راني تواضعت تكلم عليهم في خاطر الشعب الجزائري فقط وإلا ما نعطيهمش قيمة طول وما نهضرش عليهم يعني هذا الناس معروفين وزادوا تشهروا بهذه الرذيلة يعني ينطبق عليهم المثل نتاع شيعة قويشي كما قال بشير الإبراهيمي رحمه الله يعني هذا قويشي عندما أراد أن ينتحل لنفسه شهرة باغي يدير لنفسه شهرة هو إنسان تافه باغي يولي مشهور راح أكرمكم الله تغوط في المحراب يوم الجمعة وبدات الناس تتساءل ومن بعد عرفوا باللي هو قويشي فعاد معروف بهذا العمل الشاذة أصبح الناس يعرفونه بهذا الشذوذ المخالف لطبيعة الناس الأسوية هذه هي حال طابو وزيتون سلام كي قويشي لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن الطرف المحارب للجيش كما قلت في الحقيقة هي فرنسا أما زيتوت وطابو ما عندهم ما يقدروا يديروا والو لو كان يبقاو ينبحوا طول حياتهم حتى يموتوا ما عندهم ما يقدروا يديروا وحتى الناس اللي تبعوا فيهم ما يقدروا يديروا والو هذا جيش لازم لكم الناتو لازم تجيبوا الناتو تدخلوا فيه باش تقدروا تقاوموا الجيش باش تقدروا تقفوا ضد الجيش أما النباح نتاعكم ما عنده ما يقضي أنتم اللي معكم لكن كما قلت الطرف المحارب للجيش هي فرنسا خاصة من 2015 لكن فرنسا خسرت كل المعارك نتاعها من 2015 اليوم كل يوم الجيش يكسر لها ضلعة حتى كسر لها عظامها كل تحت حوض حتى صون اتراكها ولا درك الكلام فيها بالعربيه والانجليزيه وحتى المصالح نتاعها فيها راح قاعد تروح عندما خسرت اخر معركه خلاص ما عادش عندها امل باش تحافظ على نفوذها في الجزائر حاولت استغلال الحراك الشعبي لطريق قيادة الجيش في مواجهة مع الشعب ودخلت في مؤامرة مع الكلاب نتاعها توفيق وجماعته والسعيد وجماعته وانا يا قلت منذ 4 سنوات باللي السعيد وتوفيق هما وجهان لعملة واحدة هي العملة الفرنسية ارجعوا للكلام نتاعي منذ 3 سنوات ولا 4 في الوقت اللي كانوا يقولوا الناس باللي القايد صالح راه خدام عند السعيد قلت لكم انا يا بلي السعيد وتوفيق راهم عمله وجهان لعمله واحده ارجعوا للتسجيلات والمنشورات بتاعي
عندما نشأوا لهذه المؤامرة ربي يفضحهم. كيف فضحهم ربي؟ وجرجروهم الرجاله، جرجروهم للبليده للسجن العسكري، وسقط المخطط نتاعهم في الماء. ثم وين الشركاء نتاعهم والكلاب نتاعهم في الخارج؟ فقدوا الصواب نتاعهم وانخرطوا في عمل خسيس انتحاري من اجل خلط الاوراق في الجزائر. يعني اللي يسمع زيتوت مؤخرا ويسمع طابو يقول الناس، يقول ان هذول الناس اصبحوا مجانين او اصبحوا كالكلاب المسعوره، يتكلمون يهرفون يقولون اي شيء. لكن مع الاسف كاين من الشباب والناس المواطنين الجزائريين اللي عندهم ممكن خلفيات خلاتهم يتخذوا موقف من القياده العسكريه ولا من السلطه ولا من غير ذلك، عندهم استعداد باش يبلعوا اي حاجه. زيتوت وطابو والجماعة اللي معاهم يستميتون في طوريت الشباب الجزائري من خلال تحويل الحراك الشعبي السلمي إلى مواجهة بين المتظاهرين أنفسهم، متظاهرين داخل الحراك. الجماعة اللي فاتت ربي يستر، والجماعة الجاية لأنهم على بالهم باللي راح تكون ردة الفعل على الشيء اللي صار في الجمعة السابقة، ما راحش يخلوهم يديروا نفس الشيء في الجمعة هذه. ما كان حتى حاجة تمنع هاد الخبثاء وهاد المجرمين من فعل أي شيء ممكن يقولوا بعملية إرهابية داخل الحراك. ما تستغربوش، هام في ورق قابضين رائد سابق من كلاب توفيق بأرمدة نتاع سلاح ويتعامل مع مدنيين. حتى ورقله ما شاء الله ولا تطالب في القايد صالح باش يروح. ظهر لي الناس توحشت توفيق. ورقله يطالبوا بنزع ب ب لازم القايد صالح يتنحى. بوالين كيما انتم ينحوا قيادة عسكرية، ما تحشموش. وتتكلموا باسم الشعب. الشعب نتاع ورقلة لازم يتخذ موقف من هذا الكلاب هذو اللي حابين يجيبوا له الوسخ نتاع الماك ينزلوها للصحراء. وهناك معلومات تثبت بأن هذه الدوائر الخبيثة تخطط للقيام بعملية إرهابية داخل الحراك في المستقبل. إذا شافوا باللي يعني سقطت الخطة نتاعهم، ولذلك لازم الناس يكونوا حذرين ومتفطنين لهذه الخبثاء. نفس الناس اللي كانوا يحطوا في الحجر في البياد نتاع المزبله هما نفسهم، هما اللي راهم يمشوا في هذا الخبثاء. وسبحان الله انا يا راني 20 سنة وانا نتكلم، عمري ما دخلت في التفاهات هذه، ومع ذلك يدخلونا فيها في رمضان. هذا المفروض رانا نذكره في ربي ولينا نتبعوا في هذه القذارة هذه اللي حابين يلوثوا بها كل الدنيا. أنا مانيش، ليس من عادتي الانشغال بمواقف المواطنين، لا زيتوت ولا طب ولا غيره، ولا بأفعالهم، لأن العدو الحقيقي أنايا أعرفه، واجهته وجها لوجه، ماهوش من الفيسبوك، وحددته منذ أكثر من 30 سنة، ماهوش منذ 3 أسابيع.
انا دائما كنت نركز على اعداء الجزائر الحقيقيين، الناس اللي اعداء الشعب الجزائري، الناس اللي عندهم نفوذ، الناس اللي فارضين الحقرة على الشعب الجزائري. انا ما كنتش منشغل بزيطوط وطابو وهذا الناس التافهين هذو اللي ولاو عندهم قيمة في هذا الوقت السيء. لكن عندما تصبح شريحة واسعة من الشباب الجزائري البريء ضحية لشعوذة هؤلاء الدجالين، لأنهم أصبحوا يملكون وسائل الإعلام، وسائل التضليل، وسائل الاستقطاب، يملكون المال من أجل توريط الشعب الجزائري في محرقة جديدة، هنا يلا غالب لازم نخوض هذه الحرب على قذارتها، ولازم نحذر الشعب الجزائري من هؤلاء المشعوذين حتى لو كانوا مواطنين بسطاء. لأن هاد الناس يلوحوا لكم الكلام وهما راهم قاعدين هنا، راهم يخلصوا هنا، راهم لاباس عليهم، هما ماهمش حتى كيما انا يا خدامين حزام، راهم يظلوا طالعين هابطين والبيجي نتاعهم ماشي. لكن كاين اشكال كبير، طابو سعيد سعدي، جماعة الارسيدي، جماعة الماك، الويزا حنون، البوشاشي، هذا الغاشي كله الشعب الجزائري خلاص كشفوا يعرفوا، وكشفوا من زمان على كل حال. حتى إذا كان بعض الرؤوس المجنونة اللي ماهيش عارفة روحها صلاحها وين، كل مرة قاعدة تتقلب بين يمين ويسار، ولكن عموم الشعب الجزائري يعرف هؤلاء الناس، يعرفوا باللي طابو هو النائب ولا الامين العام السابق للاف اف اس، خروجه من الاف اف اس ومحاولته يعني كي شغل راهو ماهوش في الاف اف اس كذاب، هو من الاف اف اس وهو من الماك، نفس الراسه نفس المشروع. يعني هو شريك اساسي في لجنه انقاذ الجمهوريه الفرنسيه المسؤولة عن المحرقة التي راح ضحيتها 4 مليون جزائري في التسعينات، كي طابو كي بوشاشي كي كل هذا الغشي اللي نتكلم عليه، كي عسول كي قع كلهم إرهابيين معروفين بالمسؤولية المباشرة على تحريض الجيش لقتل 4 مليون جزائري، جيش نزار. وبالتالي فانا ما نهضرش على طابو كاع الناس تعرفو، تعرف خريبو، تعرف الراسه نتاعو تعرفها، والمفروض الناس كاع ما يسدوش ليه، المفروض هو وعسول وبوشاشي والباو وسعيد سعدي ونزار خالد يتحاسبوا كل يروحوا للمحكمة على 4 مليون جزائري اللي قتلوها مع توفيق. المفروض قاعد ما تتكلموش معاهم عن المستقبل، هذو المستقبل تاعهم في السجن، مسؤولين على قتل 4 مليون. وحتى الإسلاميين اللي راهم متحالفين معاهم لا يروحوا معاهم للسجن، لأنهم كانوا يتقاسموا معاهم المسؤولية. وبالتالي المفروض احنا ما نصدوش ليهم. والناس اللي راهم يتبعوا في طابو لا يرتكبون جريمه في حق انفسهم فقط، وانما يرتكبون جريمه في حق كل المتضررين من محرقه التسعينات. اما المعارضه نتاعو هذه الشكليه البوتفليقه فهي تاتي في اطار توزيع الادوار من طرف فرنسا على حلفائها. الاف اف اس منذ نشاته الاولى كان معارضه من صناعة فرنسية لابتزاز النظام تحسبا لتمرد أي دائرة نفوذ داخل النظام على الوساطة الفرنسية،
ولذلك الطابو ما كان حتى إشكال، يعني ما كان حتى غرابة، فأنه يلعب نفس الدور اللي كان يلعب فيه الاف اف اس، الدور التقليدي القديم، فبالتالي فهو معروف ولا داعي لتضييع الوقت في الحديث عنه. لكن زيتوت، هذا التيس المستعار من طرف كارتل الخيانة اللي هو محسوب على المعارضة في الخارج، هذا هو اللي، هذا وأمثاله، هو اللي يمكن أن يغرر بالشباب أو بعامة المواطنين الذين لم يستوعبوا إلى اليوم حقيقة ما جرى في السابق وما يجري اليوم وما يخطط له في المستقبل. ولذلك من حقهم علينا أن نوضح لهم أمر هذا الإنسان هذا، حتى لا يكون، حتى يكونوا على بينة من أمرهم. وحنا كي نتكلموا في إنسان ما نظلموش الناس. حنا أصلا، أنا أصلا ما نتكلم حتى في واحد مادام ماهوش ضار الجزائر، باغي يدير عرض، باغي يدير شهرة، بالله يسهل عليه، بصح يتآمر على الجزائر نحلو باباه، ما نسمحلوش حتى لو كان يكون خويا ولا بابا، لأن بعض الناس يعتقدون أن هؤلاء المهرجين في الفضائيات مثل زيتوت الذين اكتسبوا شهرة إعلامية من خلال الجزيرة وأخواتها، قطر باريس، الدوحة باريس، هذا هو الهلال نتاع زيتون، الدوحة باريس لندن، الشهرة اللي اكتسبوها هو وربيعه. كما قلت احنا ماناش حاسدينه على الشهرة، الله يسهل عليه، لكن ان يستعمل الشهرة في حرق الجزائر فنحن سنضرب رأسه، ما نسمحولوش. وهذا واضح، التأثير نتاعه واضح من خلال تهافت عامة الناس وخاصة الشباب على هؤلاء، عليه هو وعلى المهرجين مثاله، خاصة بمناسبة الحركة. فأولا، أنا زيتوت هذا ما علاقته بالأزمة الجزائرية؟ أنا يا مثلا، أنا كي نقول عندي علاقة بالأزمة الجزائرية، أنا يا روحوا شوفوا الملف نتاعي، كي كنت ضابط في الجيش، أنا كي كنت ضابط في الجيش كنت رافد هم القضية هذه ونضرب عليها الطابلة داخل الجيش. والناس اللي خدموا معايا يعرفوني، القيادة ولا المرؤوسين. وإذا كان قيادة الجيش نحت الفرنسية في سنة 2015، انا يا في سنة 2000 1982 شطبت باباها من مدرسة القوات الخاصة. القيادة الخاينة كي بغات تضرب الشعب، انا كنت ضابط في الجيش وقفت ضدها، والناس كامل على بالها بالموقف تاع النقيب شوشان، وتلاقيت بالقياده العسكريه العليا، وتلاقيت بالجماعات الارهابيه، وتلاقيت بتوقيع التوفيق، وتناقشت معاهم في القضيه، وانا جزء من هذه القضيه واعرف كل الخراب بتاعها، كي نتكلم عليها عندي الحق. وكي نقول عندي الحق، اللي يجي يناقشني نعمر له فمه تراب انايا. الراجل يجي يناظرني امام الشعب الجزائري في هذه القضيه، امام اي قناه فضائيه، اللي يحس في روحه الرجله يجي يناقشني، عسكري ولا سيفيل، اسلامي ولا يهودي، كيف كيف، اللي بغى ربي يفضحه يجي يناقشني. اذا انا كي نتكلم عندي الحق، كي ننصح الشعب الجزائري عندي الحق. لماذا؟ لانني انا في الوقت الشعب الجزائري كان يذبح في بعضه، انا قبلت ندخل للحبس، وقبلت نفي من بلادي، وما تسببتش في الضرر لذبانة جزائرية. إذا أنا كي نجي ننصح الناس ونوريهم الطريق اللي فيه السلامة، عندي الحق، أنا حاطة رجلي على أرض صحيحة. لكن زيتوت واش علاقته بالقضية باش يتكلم فيها أصلا؟
منذ متى والذي زيتوت مهتم بالقضية الوطنية؟ بل أنا يا زايد في مركز من مراكز الثورة، أبي مجاهد وأمي مجاهدة، وإحنا متمردين على فرنسا وعلى عملائها ما نستعرفوش بها حتى كي كانت دولة. حتى الدولة الجزائرية إحنا من المتمردين عليها على 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 الدوائر الفرنسية فيها. لكن زيتوت وش من علاقة عنده بالقضية؟ ولا منظر؟ وش من علاقة عنده؟ هو ولا أبوه؟ مادام درك ولا يتقبح ولا حاب يرد روحه بطل، ما علاقتك انت بالقضيه الوطنيه يا زيتوت باش تجي تتكلم في مجاهد فنا عمرو؟ الجزائر كلمتها القايد صالح، قايد صالح جاهد 4 سنوات ولا 5 في وقت الثوره، والتراب اللي يسفه في مختلف البقاع في مختلف مناطق الجزائر من شرقها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها. انت تفني عمرك ما تقدرش ما تعرفهمش حتى المعرفه، انت في الخريطه ما تقدرش تعرف الاماكن اللي وقف فيها القايد صالح يدافع عن الجزائر. تجي انت تتكلم عليه، انت واش عطيت للجزائر؟ اشكون انت؟ انت انسان قريت على حساب الجزائر حتى نديت الليسانس تاعك ورحت تخدم في وزارة الخارجية، بعثوك 4 سنين ابتعاث ليبيا في السفارة الليبية، ما يهمناش بعثوك بحقك ولا بلا حق، ما يهمش، ما همش كل الجزائريين تبتعثوا للخارج. رحت انت للخارج كملت 4 سنين تاعك كما كملوا جماعة وخلوا لك البلاصة، المفروض انت ترجع للجزائر وتخلي بلاصتك لواحد اخر. انت ما قبلتش، ما حبيتش ترجع للجزائر، ما عليناش، حبيت تبقى في الخارج والفت، ما عليناش. المفروض كنت تقدم لي كونسين نتاعك وتقدم راك مسؤول موظف في السفاره، مسؤول على المال ولا مسؤول على اداره، تقدم الكوارت نتاعك وتصفي حسابك وكان تبقى على خير، انا مانيش خدام. لكن انت انسحب من الموقع نتاعك، انا كي راني نقول لك كيما هاك، انا تحملت المسؤوليه نتاعي امام المحكمه العسكريه وسبيت هيئة المحكمة. انت ورع الرجولة نتاعك، انت ارتكبت مخالفة، راك اباندون دو بوست. صح سيدي ما عليناش، اباندون دو بوست ما نتكلموش، اباندون دو بوست إذا كنت مسؤول على الخزينة، إذا كنت كما كنت انت تريزوري مثلا، حتى ولو كان ناس اخرين يدوا الدراهم تاع السفاره يمسحوها فيك لانك انت المسؤول، حتى بالكذب يتهموك. ما عليناش، خرجت انت يا سيدي من السفاره ورحت طلبت اللجوء، ما عليناش، درت كيما عبود ودرت كيما هشام عبود ودرت كيما سمراوي ودرت كيما الاخرين، رحت درت كتاب ولا درت تصريحات سبيت السلطه وسبيت، يعني في 5 دقائق البارح كنت تتكلم تخدم عندهم بالدوفيز ولا وكي قالوا لك ادخل ما حبوش يمدوا لك البقاء خرجت من عندهم، غدوه من ذاك الصباح تتسب في الجنرالات وتسب في السلطه، وليت اسلامي، وليت تخدم مع الاسلاميين. ما عليناش يا سيدي، راك درت هذا الاجراء من اجل ان تحصل على اللجوء، لان اللجوء ما يعطوهلكش هكذاك برك، باش يعطوك اللجوء لازم تكون سبه، سبه كيما راهم يديروا كاع الجماعه، كاع 99.99% من الجزائريين اللي حصلوا على اللجوء كذبوا، كاين اللي كذبوا كاع قالوا باللي راهم اسلاميين هما اللي باغيين يقتلونا باش يحصلوا على اللجوء يبقى. ما عليناش يا سيدي، الناس كانت هاربه من الموت وجات
وجا باغي دير لوجو، صح ما عليناش. كذبت على الجنرالات باش تدي لوجو، ما تعرف والو انت. واش تعرف على الجنرالات؟ واش تعرف على المؤسسة العسكرية انت؟ ماذا تعرف عنها؟ وكيفاش سمعت بالقايد صالح انت اصلا باش تتكلم عليه؟ انا قلت المعلومات من عند الكتاب نتاع هشام عبود، ومن السويديه، ومن عند شبكه ضباط الاحرار، حركه ضباط الاحرار، وبديت تخلط ولقيت في الفضائيات يعني بلاصه تقعد تعاود في نفس البوبينه. لكن وقفت مره في حياتك انت يا ضد جنرال مثلا في حياتك؟ ما هوش ضد جنرال، ضد كبران، ضد بوليسي، هكذا وقفت كالراجل وقلت له انت خبير. انا يا درتها، انا قلت له النزار انت خاين لانك اصريت على دفع الجزائر في اتجاه الهويه، وانا قمت عليك الحجه. انا قلت هالطرطاق ويديا مكتفين في مركز التعذيب، وقلت هل القايد صالح هو موجود الان، وقلت هل قنيزي الله يرحمه، وقلت هل النزار خل امام المحكمه الفرنسيه وامام المحكمه تاع جنيف في سويسرا، ومستعد نتحمل المسؤوليه على الشيء اللي درته. لكن انت بالبيض نتاعك هذا، هل يصلح باش يكون شهادة أمام محكمة مثلا؟ تستطيع أنت يا زيطوت تروح أمام محكمة ترفع قضية على واحد؟ تستطيع أنت؟ هل أنت مؤهل باش تشهد أمام أي محكمة في الخارج، في الداخل، في السماء، في الأرض؟ أنت تستطيع تشهد ضد كابران في الجيش؟ كلامك أنت يعني واش يسوى؟ يعني انت لو كراك رحت للمحكمة تاع باريس ضد نزار خالد، واش راح تقول؟ واش تقدر تقول؟ لكن نزار خالد اللي راهو مسؤولية في رقبته 2000 يعني 4 مليون جزائري، انت واش تستطيع ان تعمل ضده؟ واش تقدر تقول؟ كلامك ماذا يساوي؟ لا يساوي شيء، لا يساوي حق حتى قيمة الريق نتاعك. شكون اللي يستعرف بكلامك انت يا؟ يستعرف بكلامك حمار عنده زوج وذنين فقط، لا أحد يعطي لكلامك أي قيمة. وإلا كان كلامك عنده قيمة قول لي، قول لي وين تستطيع. ها يا سيدي، راك تقول بلي كنت سفير ولا كنت نائب سفير، جيب لنا ملف واحد تستطيع أن ترفعه ضد السفير في ليبيا، يلا جيبه وأنا راني معك، هاني قدام الرأي العام الجزائري والعالم كله. جيب لنا دليل انت تكون فيه انت يا شاهد ضد يا سيدي الملحق العسكري في ليبيا اللي كان معك. هاي انا راك راجل والله ما توقف مع انت ما تستطيعش تدافع على نفسك. غدوة المحكمة الجزائرية تقول لك راك ابوندون دو بوست، دافع على نفسك ما تقدرش. فعلاه؟ علاه قاعد تهف الناس وتضلل في شباب ابرياء مساكين دايرين فيك الثقه، شافوك تهدر كذا وجزائري يهدر من الخارج ويسب في الجنرالات. ايه قاعد سبينا الجنرالات قبل ما تعلم تتكلم انت. لكن لماذا تستغل هذه الثقه، حسن الظن فيك من هذا الشباب المسكين باش ترمي فيهم المحرقة؟ لماذا؟ ما عندك والو. شوفوا قول للشعب الجزائري، أي واحد يصدق واش راه يقول زيطوط هو حمار بأذنين. هاني نقولها كائنا من كان، حتى هذا الغاشي هذا اللي راهم حاطين رواحهم مثقفين وكذا وقاعدين يتبعوا فيه، ما كان حتى حاجه تمنع. الان راهم حتى الحامير عندهم شهادات. لماذا؟
لأننا نتكلم الآن. زيتوت ماذا يساوي كلامه أمام أي هيئة رسمية، محكمة، سواء محكمة تاعت قانون وضعي، ولا محكمة تاعت شرع، ولا حتى المحكمة تاع ربي سبحانه. يوم القيامة، يوم القيامة زيتوت هذا ربي ما يقبلش منه شهادة في أي واحد، لأنه ما له باله والو، لأن ما عنده علاقة بوالو. إنسان قاعد يجمع في الـ في الـ إنسان يروح يجيب سرجان تاع جدارمية، سرجان تاع جدارمية هارب متهوم من طرف المحكمة العسكرية، سرجان تاع الجدارمية هو اللي يعرف الجيش، انت تشوف جنرالات، نزار خالد اللي كان الرب نتاع الجيش يقول راني انا كيفكم، راني في الظلمه كيفكم، وانت رايح جايب لنا سيرجنت تاع جدارميه، وجايب لي عميل خبيث كان يبيع في اعراض الجزائريات، وتدي عليهم في الكلام، وتسوق فيه الناس ترهج بهم، وما تحشمش وما تستحاش. أنا سكت عليك، أنا صح على كل حال منذ سنوات، من النهار الأول أنا تلاقيتك مرة ولا زوج، تلاقيتك كلمت معاك عرفت باللي ما فيكش الطب، لكن ما همنيش فيك، الله يسهل عليك، ما كنتش مشغول بيك، لكن بعد أن أصبحت بوق لفرنسا، مش لفرنسا برك، لأعداء الجزائر المعروفين، ما تحشمش اليوم تقول تتحالف انت والماك ضد الجيش، وقال تحسب الشعب الجزائري قاع حركه كيما انت، وربما انت داركم ما فيها لا شهيد لا مجاهد، اما الشعب الجزائري عمره ما ينسى فرنسا، وأي كلب يتواطأ مع الماك فهو خائن، مهما كان اسمه، أصله، فصله، جغرافيته، دينه، تاريخه. حركة تعتبر الشعب الجزائري مستعمر لجزء منه في منطقة جرجرة، وحابة ترجع تفصلها على الجزائر باش تولي الوكيل الفرنسي الشرطي بتاع فرنسا في الجزائر، تجي تقول لي انت متعامل معها وضد الجيش، ننسى المشكل الايديولوجي، واش تعرف في الايديولوجيا انت؟ ماذا تفهم في الايديولوجيا؟ إذن الكلام اللي يقول فيه زيتوت ما عندوش أساس وما يفك حتى واحد، يعني هو لو تترفع عليه قضية نتاع تشهير ولا نتاع قذف يدخل الحبس طول، ما يقدرش يدافع على روحه، ما عنده حتى دليل. أنا مثلا كي تهمت توفيق، ولا تهمت كمال عبد الرحمن، ولا تهمت طرطاق، هاني قلتها انا مستعد نجي للمحكمة الجزائرية ونعطي الشهادة نتاعي ونجيب الشهود والوقائع تثبت ذلك والوثائق تثبت ذلك كذلك. لكن يجي واحد ما على باله بوالو، والله العظيم يتكلم على جنرالات، والله ما على باله واش يقول، يتكلم على قضايا في الجيش والله ما على باله، والله يا لو كانت تطرح له سؤال واحد برك الجيش تقول له ما هو الفرق بين نظام الخدمه في الجيش والقضاء العسكري، والله ما يعرفه، رغم انه قال لك دار الاداره ودار الدبلوماسيه ودار ماجستير في البطاطا.
إذن أنا ما نحبش ندخل في الأمور الشخصية نتاع الناس، لكن الشيء اللي نأكده وأنا مسؤول على كلامي أمام الله، راني في رمضان وأمام الشعب الجزائري، زيتوت هذا راه بوق، أصبح بوق حتى لما كانش في السابق، فهو الآن بوق لفرنسا. هو الكوميسار بوليتيك نتاع الجيش الفرنسي اللي راه يحارب في الجيش الوطني الشعبي. فالإنسان اللي يتبعه راه متواطئ معاه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولذلك كل واحد لازم يحذر من كلام هذا الدجال الذي فقد الوعي وأصبح يعني خلاص، يعني ما عادش، يعني ما عاد ما عاد ما عاد عنده لا اعتبارات لا أخلاقية لا دينية لا وطنية لا إنسانية حتى. إنسان فقد كل المقومات نتاع الإنسان السوي. يعني أنا والله غير مستغرب، مستغرب حقيقة. يعني أنا نعرف كثير من الجنرالات، أنا نعرف قسما بالله، أنا في رمضان بدون ما يطلبني واحد بالحلف ولا بالقسم، لكن أنا نعرف جنرالات كاين فيهم اللي ما زالوا في الخدمة، والله العظيم أنا ما نزكيش الناس على الناس، ولكن نعرف زيتوت ونعرف هذا الجنرال، والله العظيم هم أشرف منه في كل شيء، في دينهم وفي دنيتهم ما يلحقهمش. أما على الغيرة على الجزائر وغيرة على الشعب الجزائري وحرصهم على بلادهم، فهذه بينه وبينهم بين السماء والأرض، بينهم وبين زيتوت ما بين السماء والأرض. ولذلك ما تسمعوش الكلام نتاعه على 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 الجيش، لا على ضباطه ولا على جنوده ولا على الجيش. هذا إنسان جاهل تماما، ما عنده حتى معلومة صحيحة عن الجيش الوطني الشعبي. لكن للأسف أن هذا الدجال هذا أصبح عنده تأثير على بعض الشباب. تلقى شاب مثلا مولا 25 سنة سمم له هذا الدجال، هذا سمم له راسه، شاب طالب جامعي. اسمعوا أولادي، أنا ماذا بينا، أنا ماذا بيا تحملوني، لأنني أنا حيرة لكم. ولا لو كراني ذو كراني نصلي على روحي في رمضان وشد سبعي، مش قاعد نحرق في دمي معاكم قاع. كي تلقى شاب مولا 25 عام، يعني ولدي الصغير أنا أكبر منه، أصغر ولادي أنا يعني أكبر من هذا الشاب المسكين، تلقاه مازال يحلم في الجزائر. يعني هو من اللي زاد ما قدم والو، من اللي زاده هو، من اللي يماه حملته مسكينة في بطنها 9 أشهر، وساعات هي وباباه باش رباوه، وزاد دخل القراية وبعد راح للجامعة، هو مكفول إما من والديه وإما من طرف الدولة. إلى حد اللحظة 25 عام وهو يحلب في الجزائر، مكفول في ماكلته في شرابه في إقامته في معاشه في دراسته، على حساب خزينة الشعب الجزائري اللي هي الخزينة نتاع الشعب نتاعه، حقه ما عليهش حقه، لكن راه يدي في حقه برك، مازال ما دار حتى حاجة من الواجب نتاعه. يعني هو راه يدي في حقه فقط، ولم يقدم أي شيء لا لوطنه ولا لشعبه
ولا لأمه ولا لأبيه ولا لدولته، مازال راه قاعد غير يبلع. مازال ما استشعرش المسؤولية تاع الواجب، راه يدي برك، راه يطالب بحقه فقط، مازال ما يعرفش واش معناها الواجب، على الأقل من ناحية عملية ما يعرفش. ومع ذلك يجي هذا الزيطوط هذا يبول له في وذنه، يسمم له عقله ولا طابه ولا عسول ولا واحد من هذه الكلاب هذو، ومن بعد هذاك الشاب هذاك مسكين يولي كي المجنون. عنده جرأة كأنك واحد أعطيته حبوب مهلوسة، يولي إنسان وقح، إنسان جريء، يشتم وينصر على جزائري. يا وليدي أنت مهما كنت راك جزائري فقط، ماكش حاجة واحدة أخرى، يعني أنت والقايد صالح، يعني كتير رسمة راك تكون كما هو مواطن جزائري، ماكش خير منه أنت، ما عندكش حق زيادة عليه. هذا كي يكون كيما انت مازال عمره 25 سنة وقاعد غير يبلع. اما كي يعود انسان جزائري كيما انت قضى 60 سنة من حياته في خدمة الجزائر، منها 5 سنوات جهاد في دورة التحرير، التراب اللي يسفه أكثر من التراب اللي مشيته أنت على رجليك، من أجل الجزائر، هو خدم الجزائر، قدم للجزائر، على الأقل شارك في تحرير الجزائر من الاحتلال العسكري، يعني هو قدم للجزائر حاجة. أنت والو مازال قاعد غير تبلع تدي فقط، منين جبت الجرأة باش تسبوا وتشتموا؟ نجي نسول هذا الشاب هذا، يا وليدي علاش تشتم جزائري قديم عليك حتى في الوطنية نتاعو؟ يعني هو الوطنية نتاعو قديمة عليك انت، الجزائر نتاعو قديمة عليك 60 سنة ولا 70 سنة، فبأي حق تسبه؟ واش راح يقول لك؟ يقول لك فاسد. يا وليدي انت مؤهل الحكم على نفسك؟ انت ماكش مؤهل الان باش تدير امتحان حتى للتلميذ، يعني انت يا طفل صغير نعطوهولك مازال تعلمو الف باء، لازم نديرو لك الامتحان يجي المفتش يكون معاك باش تدير، ما نمنوكش حتى تدي خبرة باش تولي تقدر تقيم طفل صغير ولا طفلة صغيرة. فمنين جبت الفهمة هذه انت باش تقيم فريق في الجيش الوطني الشعبي فات على جميع الرتب من جندي الى ماريشال؟ وليش تحسب انت باش تحصل على هذه الرتب هكذا كبرك؟ تحسب كل واحد حصل عليها؟ يعني هذا راني نقول لكم هذا الكلام باش تعرفوا باللي راكم ماكوش في عقولكم، راكم مخطوفين، ارجعوا لعقولكم يا ولادي. ولا تجي تزايد عليا انا، باش تزايد عليا انا ولدي انت؟ باش تزايد عليا؟ انا ياكي ننصحك، لو كان جيت انسان عندك عقل
تسمع الكلام. انا مربي شباب، انا اولادي راهم شباب، راهم تجوزوا درك، راهم ولاو شباب كبار عندهم اولاد. ولادي كي عادوا يسمعوا لي راهم ناجحين الحمد لله، وما مش ناجحين لخاطر قريتهم في المدرسه الفلانيه والفلانيه والفلانيه. انا حتى اولادي كلاوها من اجل الجزائر وتعذبوا، ولكن نجحوا حتى في بلاد الناس نجحوا. وما وكلتهمش الحرام انايا يعني. فكي نعود انايا يعني ننصح فيك انتصح، لان هذا من فايدتك، ما يديكش الغرور. زيتوت ما ينفعكش، زيتوت باغي يخدم بيك، ماهوش ينصح فيك. انا مانيش نقول لك روح لفتك للتهلكه ولا روح خرب بلادك. شوفوا نعطيك انا مثال، انا بنفسي انا يا دائما قالوا المؤمن يبدا بروحه، وانا مانيش من الناس اللي يقول فيها ربي اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. شوفوا انا القياده العسكريه كانت خاينه، وكنت عارف باللي خاينه في 92، انا كنت على بالي باللي خاينه، لكن ما قدرش نثبت انايا يعني. انا كنت نقيب، ما نقدرش نثبت. لمن نثبت؟ لو كان روح للشاذ اللي نقول له باللي نزار راه متلاقي مع المخابرات الفرنسيه يذكرني في الحبس. جاوني شباب راهم حيين، كاين فيهم اللي راه يتكلم في الفيسبوك درك، جاوني شباب حيين قالوا لي اعطينا الامر برك نقتلوا القياده، نقتلوا الزار ونقتلوا فلان ونقتلوا فلان. واش قلت لهم انا؟ رحت قلت لهم مالي انهم خونا ولاد فرنسا، راح قتلوهم انا. جيت تقتل القياده هذاك الوقت، واش يصرى؟ يا لو كان درت العمله هذه، لو كان راها الجزائر الان في خبري كان، وكان ماناش نتكلموا على جيش ولا على دوله ولا شيء. بالرغم من اللي انا ما رحتش قلت للقياده ها ها هم كاين مرؤوسين هم سرجانات وما حابين يقتلوا القياده باش مساكين نذبحهم يروحوا ضاحيه، ولكن في نفس الوقت ما قبلتش انايا باش هاد الناس باش هاد الشباب يطردوا، لان على بالي بلي التورط نتاعهم راح يخلي الجزائر. وكان تم اغتيال القياده العسكريه في هذاك الوضع الجزائر تتخلط. لا خاطر السعيد باي هذاك الوقت كان مخرج 8000 قطعه سلاح عقبها البلاد قبيل. ها على واش؟ ولذلك الناس هذو اللي راهم مساكين زفروا لهم في وذنهم وقالوا لهم روحوا نحشاد نحفلان ونحفلان والجيش والاستعمار وكذا وكذا، وقاعدين يتبعوا فيهم. هذو حمقى ومغفلين ولازم يصحاو. الناس هذو اللي راهم يدبروا عليكم في هذا الدباير هم اعداء الجزائر ولا يريدون لكم الخير. فاذا باختصار سامحوني، درنا ساعتين، جينا نتكلموا ربع ساعة ولينا فيها ساعتين. شوفوا، نتمنى وأسأل الله أن يشرح صدور الجزائريين الكل. الجمعة القادمة يجب أن تكون ردا على فرنسا وعملائها، يجب أن يختفوا، يختفي هؤلاء الخونة من الحراك الشعبي. الحراك الشعبي جاء من أجل أن يستعد، أن يسترد الشعب الجزائري سيادته على الدولة وبطريقة سلمية، والقيادة العسكرية تعهدت بحماية الشعب حتى يصل إلى تحقيق مطالبه. إذن الكلاب اللي راح يدخلوا بيناتكم وراح يخربوا الدنيا يجب أن تضعوا لهم حد، وتبينوا لهم باللي الشعب الجزائري ما هوش قطيع
من السفهاء يتلعب به زي طوطو طابو الابواق نتاع فرنسا. وعلى كل حال هذو ما راحش يمنعوا، هذو خونة وسيحاسبون، ما فيها حتى كلام. ممكن الناس اللي يتبعوا فيهم مساكين ناس ابرياء يحسبوا باللي راهم يديروا في الخير ولا راهم باغين يغيروا ولا حاجة، ممكن يتعذروا، لكن هما لانهم يخدموا في مخطط استعماري مع الاجانب هؤلاء سيحاسبون، ما فيها حتى كلام. ما كان له اي جزائري شريف ولا يحب بلاده يتورط معهم، خلوهم ينضموا للماك، الماك راه تاعهم، نسحبوا عليهم راح يعنوا على الماك، يعنوا ولائهم للماك. هذه هي، اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا. ساعة الإنسان يتجاوز يعني الكلام نتاعه ممكن من منطلق الغيرة والخوف على بلاده وعلى شعبه ولا حتى الغضب يعني للخسة نتاع الخصوم الذين لا يرقبون في الشعب الجزائري إلا ولا ذمة. لكن في النهاية احنا لا نريد الا الخير للجميع، وننصح الجميع بالتعاون على الخير وتجنب الشر. الشر العواقب نتاعو وخيمة على اصحابه قبل غيرهم. ربي يوفقنا اياكم للخير، وربي يتقبلنا منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال، ويغفر لنا تجاوزنا وذنوبنا وأخطائنا، ويجعلنا إن شاء الله من المنصفين الذين لا يظلمون الناس. وصحة فطوركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.